الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية أن رفع قيمة الدينار العراقي مقابل سعر الدولار لا يحتاج إلى تفكيك الموازنة، بل إلى خفض العجز المالي وبنود إضافية أخرى. وأشار عضو اللجنة مازن الفيلي إلى أن سعر صرف الدولار الحالي أضر بالمواطن البسيط ورفع من أسعار السلع بشكل كبير، لافتا إلى إمكانية رفع قيمة الدينار عبر رفع سعر النفط التخميني في الموازنة وتحديد سعر صرف الدولار بنحو 1250 للدولار الواحد على أقل تقدير. أعلن البنك المركزي العراقي أن جائحة كورونا تسببت بارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18% خلال عام 2020، وأكد المحافظ مصطفى غالب على ضرورة اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لا سيما الأمنية والقانونية، مضيفا أن هناك تحديا كبيرا يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض قيمة سعر صرف الدينار أمام الدولار، مؤكدا معاناة العراق من أحادية المورد المالي المتمثل بالنفط. استأنفت أسعار النفط انخفاضها وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود في أعقاب المزيد من الإغلاق الأوروبي لاحتواء فيروس كورونا الذي سيطر على التداول، ونزل خام برنت 27 سنتا إلى 64.25 دولار للبرميل، وتراجع سعر النفط الأمريكي 28 سنتا إلى 61.15 دولار للبرميل، وانخفض كلا العقدين بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز إن حصيلة منصات التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي في أعلى مستوى لها منذ نيسان الماضي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت إلى 165 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وقالت الإدارة في تقرير لها أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 165 ألف برميل يومياً، مرتفعاً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 141 ألف برميل يومياً. وأضافت أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 6 دول بلغ نحو 4.370 ألف برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 364 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه. تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة أرامكو السعودية عام 2020 بنسبة 44% مقارنة بالعام 2019، وبلغت الأرباح الصافية التي حققتها أرامكو 41 مليار يورو في عام 2020 مقابل أكثر من 73 مليار يورو خلال عام 2019، من جراء انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كورونا. واعتبرت المجموعة السعودية أنها خاضت واحدة من أشد السنوات صعوبة وتحديا في هذا العصر، لافتة إلى أن إيراداتها تأثرت بتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.